هنا الرياض، أهلا بكم. دولة قطر محطة ثانية في جولة خادم الحرمين الشريفين الخليجية لتوثيق روابط الأخوة والتاريخ، استقبال حافل للملك سلمان وسيف المؤسس جاسم آل ثاني، تقدير خاص. ترقب لانطلاق قمة المنامة برؤية لمواجهة التحديات، الوحدة الخليجية وتعزيز المكتسبات أهداف على طاولة القادة، وتوقعات بتعاط مغاير تفرضه تحولات المنطقة. الدوحة المحطة الخليجية الثانية في جولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي استهلها بزيارة إلى الإمارات، امتداد إلى المنامة والكويت، جولة تستند إلى تاريخ طويل من التواصل والود والعمل الخليجي المشترك النابع من وحدة المصير، رسخها مجلس التعاون على مدار العقود الماضية، ونجح في مواجهة التحديات وتجاوز المخاطر الإقليمية والدولية. أما عن الرياض والدوحة فخلاصة القول تجمعهما وحدة الرؤى في كافة القضايا العربية والإقليمية، لا سيما المتعلقة بتعزيز العمل العربي والإسلامي المشترك مع المساعي لإحلال السلام الشامل والعادل ومكافحة الإرهاب، وتصدر المشهد العربي بكل اقتدار وتمكن لمكانتهما السياسية والاقتصادية في الإقليم وفي المجتمع الدولي، الذي بات يعرف أن القرار العربي لابد وأن يأخذ طريقه عبر البيت الخليجي ليكون فاعلاً وقابلاً للتطبيق. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يصل إلى دولة قطر في زيارة رسمية عقب اختتام زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة. أمير قطر الشيخ تميم بن حمد كان في مقدمة مستقبليه، زيارة تستند إلى تاريخ طويل وممتد من التآخي والتلاحم والعمل الخليجي المشترك، حيث تعد العلاقات السعودية القطرية نموذجا في التعاون والتكامل بين دولتين تجمعهما روابط تاريخية وجسور ممتدة للتنسيق والتفاعل مع كافة القضايا الخليجية العربية والإسلامية. حقيقة العلاقة اللي تجمع دولة قطر والمملكة العربية السعودية هي علاقة تاريخية، يعني هناك جذور متينة تجمع البلدين، تجمع الشعبين، تجمع قيادات البلدين. أساسها طبعا وحدة، أولا وحدة اللغة، وحدة الدين، وحدة العرق، وتطابق الرؤى وتطابق الرؤية السياسية للدولتين نبع عن تطابق أيضا الاعتقادات والنظرة المستقبلية لأمن المنطقة. حفاوة في الاستقبال وهدية تذكارية قدمها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد للملك سلمان بن عبد العزيز، تمثلت في سيف المؤسس جاسم بن محمد آل ثاني، تعبير صادق عن عمق العلاقات الثنائية بين الأشقاء. علاقات تقوم في أصلها وجوهرها على ركائز ثابتة، وتتجاوز أواصر الجوار والقربة والمصالح المشتركة، لتوصف بحق بأنها علاقة الجسد الواحد. فمجلس التنسيق السعودي القطري المشترك أنشئ عام 2008 كخطوة نحو تفعيل التعاون القائم بين البلدين وتطويره ليحقق ما تصبو إليه القيادة في البلدين الشقيقين، مع التنسيق الكامل في مختلف المجالات والعلاقات سياسيا وأمنيا واقتصاديا وثقافيا، وهو ما انعكس إيجابا على مواجهة التحديات. عاصفة الحزم عندما كان هناك تهديد للأمن الجماعي وتهديد لأمن المملكة
الذي هو جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي لمجلس التعاون دول مجلس التعاون كافة. المملكة وشقيقاتها من دول مجلس التعاون بادروا وقاموا بعملية مثل عملية عاصفة الحزم، أولا لحماية الحدود وثانيا لإعادة الشرعية. جولة خادم الحرمين الشريفين الخليجية عنوانها واضح وجلي، وستكون منطلقا هاما لدعم الجهود الحثيثة لترسيس أسس أقوى لاتحاد العمل الخليجي بما يكفل بمشيئة الله مواجهة المخاطر والتحديات وتحقيق الأمن والاستقرار الذي تأخذ قيادة المملكة على عاتقها نشره في ربوع العالمين العربي والإسلامي. وللنقاش في ملفنا الأول لهذه الحلقة من هنا الرياض عن جولة الملك سلمان الخليجية وزيارته حفظه الله للدوحة وأهمية الزيارة وتوقيتها، ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور عبدالله الرفاعي عميد كلية الإعلام والاتصال جامعة الإمام، وينضم إلينا عبر الهاتف من الدوحة الكاتب مشاري الذايدي. مساء الخير جميعا. وينضم أيضا الأستاذ الدكتور عدنان بومطيع أستاذ الاتصال السياسي من جامعة البحرين، أهلا وسهلا بكم. دكتور عبدالله، يعني الزيارة دلالاتها على المستوى مستوى المنطقة في البداية، كيف ترون اليوم الزيارة أو الجولة الخليجية اللي قام فيها خادم الحرمين اليوم أو اليوم غادر الإمارات، اليوم وصل إلى قطر، غدا سيكون في البحرين وبعدها الكويت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، تحية لك وللسادة الزملاء وللسادة المشاهدين. لا شك أنه هذه الزيارة تمثل استمرارية الحقيقة للاحتفالية والعرس الخليجي. نحن في دول مجلس التعاون منذ يعني ما يزيد على عامين الحقيقة نعيش تهديدات كبيرة جدا. في هذه السنتين في الفترة التي تولى فيها خادم الحرمين الشريفين أخذ على عاتقه الحقيقة تحديد هدف استراتيجي هو زيادة التلاحم الخليجي والتعاون والتكامل العربي، وأيضا أخذ على عاتقه التصدي للتهديدات التي تستهدف المنطقة، أمن المملكة العربية السعودية وأمن مجلس التعاون وأمن الأمن القومي العربي. من هنا شفنا احنا المتابعة الشعبية، نتكلم عن المتابعة الشعبية وهذه مهمة جدا لها دلالتها التي صاحبت زيارة خادم الحرمين الشريفين وجولته ابتداء من الإمارات وصولا اليوم إلى الدوحة. احنا شفنا مظاهر احتفالية ابتهاج، هذا الابتهاج هذا الاحتفال هو تطلع من 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 شعوب المنطقة، وأنا متأكد أن الشعوب العربية أيضا تتطلع إلى النتائج الخيرة المثمرة لهذه الزيارة إن شاء الله من خلال أيضا اجتماع مجلس التعاون في الغد. فنحن نتكلم عن حالة تعبر أيضا عن احتياج الناس الآن، تريد أن تطمئن على أمنها واستقرارها ورخائها. ونحن نعرف أن دول المنطقة مهددة في أمنها واستقرارها ورخائها والتحديات كبيرة. من هنا تأتي أهمية هذه الزيارة. أنتقل إلى أستاذ مشاري الذايدي من الدوحة. أستاذ مشاري، أنتم يعني تشاهدون عن كثب فعاليات زيارة خادم الحرمين إلى الدوحة، هل يمكن أن تضعنا فقط في الصورة على مستوى يعني الزيارة، كيف تمضي هذه الزيارة وانعكاسها على مستوى النخب في قطر وأيضا على المستوى الشعبي؟ نعم، مرحبا بك وبالضيوف الكرام والسادة المشاهدين. الحقيقة هو خلال اليومين أو الثلاث أيام الماضية بعد زيارة خادم الحرمين إلى دولة الإمارات أبوظبي ومن ثم إلى دبي واليوم في الدوحة، الملحظ الأول هو الحالة الاحتفالية الشعبية، يعني هناك مظاهر احتفال شعبي بقدوم الملك سلمان سواء لدى الشعب الإماراتي بشكل حقيقة كان مبهر
مثل ما بث في بعضها في التلفزيون في احتفالات المهرجان التراثي مهرجان زايد في الوسبة، وكذلك من خلال الحديث مع الأخوة في الإمارات من شتى المستويات. هناك حالة من الابتهاج، هناك حالة من الفرح بقدوم الملك سلمان. نعم. نفس الشيء لاحظناه اليوم، مع أن اليوم زيارة أقل، يعني اليوم واحد في بالنسبة للوفد. أتكلم الملك حفظه الله سيغادر في الغد، لكن أيضا لاحظنا قيام احتفالات، لاحظنا ترحيب في الشوارع، لاحظنا أشياء من هذا القبيل كثيرة جدا، وهذا هو المنتظر أيضا في البحرين وفي الكويت. الزيارة هي لها شقان، الشق الأول هو هذا الشق، الشق الأخوي الشعبي التلقائي، والشق الثاني طبعا هو الشق الرسمي السياسي الذي تجلى في المحادثات الثنائية بين الملك سلمان والمسؤولين الذين في وفده، وكذلك قيادة الإمارات أو قيادة قطر. نحن الآن في صف واحد. هذه الأيام صدر بيان مشترك من السعودية والإمارات وقطر ومعهم دولة تركيا لحظ مجلس الأمن على عقد جلسة طارئة والجمعية العامة المتحدة حول مأساة حلب، وفي توبيخ حتى للجمعية العامة بسبب ما سمى يعني شبه البلادة أو اللامبالاة تجاه أكبر كارثة إنسانية في هذا العصر نشهدها الآن، حالة تهجير جماعي وقتل وإلى آخره. فأعتقد هناك أشياء يتم بناءها وإعدادها الآن للذهاب نحو بعض الملفات العالمية برأي موحد قدر الإمكان، حتى نكون واقعيا قدر الإمكان، لأن الوحدة في النهاية هي قوة. طبعا اليوم المشهود هو يوم العقد القمة، قمة الخليج في البحرين، هذه هي ذروة الزيارة. وأيضا كثير من الملفات تم إعدادها وتحضيرها بانتظار مباركة القادر. برأيكم هذه الانعكاس، هذه الاحتفائية اليوم على الشارع الخليجي، كيف ممكن تترجم على مستوى القمة الخليجية؟ هي الأمور، في أمور معروفة ومدروسة منذ قيام هذا الاتحاد الخليجي أو التعاون، هو اسمه تعاون، والمطلوب الانتقال من حالة التعاون إلى حالة الاتحاد كما نادى بذلك الملك عبد الله الله يرحمه، وكذلك كما نادى إعلان الرياض ونادى به الملك سلمان حفظه الله. فهذه المطالب ما زالت مستمرة. هناك بعض الإنجازات تحققت، مثلا الأشياء تتعلق بالتنقل بين الدول، أشياء تتعلق بتوحيد القوانين ومقاربة المناهج، الربط الكهربائي، قطار الخليج وما إلى ذلك. وهناك أشياء، وأيضا ما ننسى اللي حصل في قمة الكويت، اعتماد قيادة شرطة خليجية موحدة مقرها في أبوظبي، وكذلك أكاديمية دراسات مشتركة، قيادة موحدة بحرية، قيادة موحدة للتنسيق عسكرية. نحن باتجاه نستمر أكثر نحو التكامل، وليكن هذا التكامل للمستعدين له. يعني يجب أن يكون المستعد يعني ينطلق في هذا المسار، ومن ينتظر أن يعد نفسه أكثر فأكثر يلحق بالركب. لكن أعتقد أنه حاجة الشعوب الخليجية الآن إلى الاتحاد ليست مجرد حاجة عاطفية أو حاجة مثالية، هي فيها مصالح مشتركة كثيرة على المستوى الاقتصادي والسياسي، وغير ذلك في ظل ما نراه اليوم من مخاطر كبيرة جداً تحيط بالإقليم. يعني أنا مرة يعني شبهت هذه الخليج بحديقة في جوف حريقة، يعني نحن نحاط بالأزمات من كل مكان. فالخيار الوحيد هو بالاتحاد عسكريا، على الأقل التنسيق الكبير عسكريا وكذلك سياسيا، وكذلك أيضا بموضوع مهم اللي هو السياسة النفطية. أعتقد هذه الأشياء ستصنع من الخليج قوة لا يستهان بها على مستوى العالم. نعم، الـ يعني على مستوى الـ هذه الجولة برأيكم كيف تقرأ إقليميا من قبل بعض الدول أستاذ مشاري؟ والله شوف، هو أي شيء يجعل دول الخليج ذات رأي موحد أو تنسيق مشترك لا شك أنه يقلق من لا يريد ذلك، ومن لا يريد ذلك معروف في الإقليم، وهي أقول النظام الإيراني، ولا أقول الدولة الإيرانية، ولا أقول الشعب الإيراني، أقول النظام، نظام الحرس الثوري الذي يعتمد أيديولوجية شريرة تقوم على التخريب وتشرع بالتخريب والتدخل في شؤون الدول الأخرى تحت ما يسمى بتصدير الثورة أو نصرة المستضعفين كما هو منصوص عليه في الدستور الإيراني، وليس مجرد أدبيات تقال أو كلام في الصحف، لا، منصوص عليه في الدستور الإيراني نصرة المستضعفين في أي مكان في الأرض. ونصرة المستضعفين تعني حرفيا انتهاك سيادة الدول والتخريب فيها كما هو يحصل في العراق وحصل في اليمن وحصل في البحرين. فأعتقد هذا أول دولة ستكون منزعجة أو نظام، دعني أقول، من هذا أي قدر من التنسيق والتوحد، هي بلا شك النظام الإيراني. نعم،
شكرا لك أستاذ مشاري الزايدي، كنت معنا خلال هذه الحلقة، ونتمنى لك رحلة موفقة بإذن الله تعالى. أعود لك الدكتور عبد الله، يعني لو رجعت أسألك عن انعكاس هذه الاحتفائية الشعبية، شفنا في الإمارات كان هناك حالة احتفائية كبيرة، اليوم نفس الشيء، تأثير الشيء هذا على مستوى دول الخليج، اليوم دول الخليج هي دول ربما لا يوجد فروقات كبيرة بينها على كل المستويات، هم يعني على مستوى الجزيرة العربية هم موجودون أبناء عمومة، لكن هذه ربما الاحتفائية هذه يعني قد تدفع بأهداف على مستويات أكبر، مستويات يعني تحقيق مستويات أكثر على المستوى السياسي، يعني تحقيق ربما الكثير من الفعل، وبالتالي دفع منظومة الخليجية ككل لتحقيق أهداف معينة. يعني شوف الاحتفالية تأخذ بعد كبير ومهم جدا، لأن الاحتفالية بشخص مثل شخص خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان حفظه الله عندما بادر بإطلاق عاصفة الحزم هو أعلن راية الحقيقة للدفاع عن الأمن القومي العربي والخليجي. من هنا كل الشعوب المنطقة الحقيقة ومجلس التعاون والشعوب العربية تلقت هذه الخطوة الجريئة التي كانت تنتظرها كثير من الشعوب الحقيقة للمستوى الكبير من التدخلات التي قام بها النظام الإيراني على سبيل المثال، وليس فقط إيراني إنما دول العالم العربي أصبح منطقة مشاعة لكثير من الدول. هذا الموقف المهم الذي أعلنه خادم الحرمين الشريفين جمع كثير من الشعوب العربية والخليجية حول فكرة حماية الأمن والاستقرار والرخاء التي تنعم به دول مجلس التعاون، وأيضا الاستقرار والرخاء في عالمنا العربي. من هنا لما يأتي شخص بهذا الحجم وبهذه المثل وبهذه القيم عبر الناس بشكل عفوي الحقيقة عن الاحتفاء بهذا الرجل الشخص، لأنه أصبح رمزا يتطلعون الحقيقة إلى أن يكون المبادرات اللي أطلقها تكون محفزة ودافعة إلى مزيد من التكامل الخليجي. شفنا إحنا في عاصفة الحزم الالتفاف الخليجي الحقيقة حول هذه المبادرة، دول مجلس التعاون قدمت مثال الحقيقة من التكاتف والتلاحم والتعاون لم يختبر سابقا، لكن اختبر في هذه المرحلة. الآن التحديات تتعاظم في المنطقة، خلينا احنا نكون واضحين، التحديات ليست فقط هي من الجار الإقليمي إيران فقط، إنما هناك تحديات دولية، في تحديات سياسية، في تحديات أمنية، في تحديات اقتصادية، ثلاث ملفات أساسية أمام ضاغطة الحقيقة في 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 مستقبل دول مجلس التعاون ستكون حاضرة بقوة في المباحثات التي تمت في أبوظبي والمباحثات التي تتم في الدوحة اليوم، وبكرة ستكون هي أيضا حاضرة وبقوة في قمة المنامة. إذن نحن أمام احتفالية تعبر عن أحلام وطموحات الناس. احنا أصبحنا لدينا الآن مثال واقعي، قدرة على اتخاذ القرار، إيقاف الأطماع ومن يريد بأمننا يعني يستهدف أمننا. هذه هي ترجمة الحقيقة لهذه الشعبية اللي يحظاها خادم الحرمين الشريفين. أنا سألت مشاري قبل شوي على مستوى الاحتفائية الشعبية انعكاسها على المستوى الإقليمي، يعني الاحتفاء من هالنوع يقرأ ربما بشكل يعني مغاير على مستوى الدول الإقليمية، يعني الدول الإقليمية لما تشوف هذا الاحتفاء بخادم الحرمين على المستوى الشعبي هي تجد أنه اليوم دول الخليج متكاتفة بشكل كبير حول المملكة العربية السعودية اللي اتخذت زي ما تفضلت القرار التاريخي من خلال عاصفة الحزم، واليوم تحت ظرف الضغوطات على المستوى الاقتصادي تحديدا اللي تشهدت جميع دول المنطقة لان اعتمادها على 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 النفط، لم يثنها ذلك على المضي قدم مثلا في على مستوى اتخاذ مبادرة سياسية او اتخاذ قرار سياسي. وكان مشاري قبل شوي يتكلم عن الرسالة اللي وجهتها السعودية وتركيا والبحرين والإمارات الى الجمعية الى الأمم المتحدة بخصوص ما الحاصل في حلب.
صحيح. خلينا احنا بس نوضح المسألة. الآن الدول الإقليمية المحيطة بالمنطقة يعني هناك أكثر من دولة. هناك إيران وهناك تركيا وعلى الصعيد العربي هناك مصر. أنا أعتقد أنه مصر وتركيا هي تسعد بهذا التلاحم وهذا التكامل، لأن وجود الخليج كقوة متحدة هذا شيء مفضل لدى الدول الكبرى الحقيقة والإقليمية للتعامل معه. حتى أنا أظن الاتحاد الأوروبي حريص على أنه يتعامل مع دول مجلس التعاون ككتلة واحدة. لكن الإشكال هو الآن لدينا في الجانب الآخر الموجود في طهران الآن، النظام الإيراني الحالي الآن، وطبعا سينزعج الآن لأنه كل المخططات وكل الحاجات التي يستهدف فيها دول المنطقة ستكون صعبة المنال عليه في ظل هذا التلاحم وهذه الوحدة. ولذلك احنا مهم جدا ايضا انه في هذه الرسالة في هذه الزيارة وهذه تقرأ الحقيقة بشكل واضح، احنا دائما ما تردد المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون أننا لسنا في عداء مع الشعب الإيراني، ونبحث عن حسن الجوار، ولكن نريد أفعال لا أقوال. ولذلك هو في الجانب الآخر لهذه الزيارة ولهذه القمة أيضا أنه سيكون هناك رسالة إيجابية للإيرانيين إذا أرادوا أن يأخذوا فيها. إحنا لسنا نستهدف إيران ولسنا في، لكن إحنا لن نسمح لإيران بأن تمارس ما يسمى البلطجة السياسية في 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 منطقتنا، أو حتى سنأخذ كما أخذنا مواقف للحد من تدخل إيران في الملف القومي العربي. هذا هذه مسألة واضحة. نتمنى أن يكون، نرجو أن يكون هناك بعض العقلاء موجودين، لأنه وجود المنطقة منطقة الخليج مستقرة وحالة رخاء هي ليست فقط فائدة لدول المجلس وشعوب المجلس، هي ستنعكس أيضا في الجانب في الضفة الأخرى، وأيضا هي ستصب لمصلحة الأمن القومي العربي. خلنا الدكتور بس ناخذ ضيفنا من المنامة، الدكتور عدنان بومطيع، أهلا وسهلا بك دكتور. يعني في المنامة يعني تستعدون غدا لاستضافة القمة الخليجية، لكن دعني أسألك قبل ذلك عن استعداداتكم لاستقبال الضيف الكبير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومتابعة المنامة اللي خلال الثلاث أيام الماضية أو اليومين السابقين، الحالة الاحتفائية الشعبية وال يعني الحضور السياسي و يعني الشعبي اللي شفناه في الإمارات والدوحة. برأيكم غدا سيكون هناك يعني فعالية معينة على مستوى المنامة، أو كيف ستمضي الأمور غدا؟ في الحقيقة يشهد تشهد أجواء البحرين والخليج العربي حدثين كبيرين. الأول هي القمة الخليجية التي ستبدأ غدا وتستمر إلى بعد غد، وأيضا الجولة التاريخية السياسية الكبرى التي يدشنها جلالة خادم الحرمين الشريفين بدءا من دولة الإمارات العربية المتحدة، ثم قطر اليوم، وغدا البحرين، ثم إلى الكويت. فنحن الآن نتعامل مع حدثين كبيرين وحقيقة جليلين لضيف كبير ولمناسبة سنوية هي قمة مجلس التعاون، التي عادة ما تكتسب زخما إعلاميا وشعبيا وسياسيا على مستوى الحياة اليومية. في البحرين الأجواء أجواء يعني احتفالية كبيرة لا تقل سعادة ولا تقل أيضا سرور بمقدم الضيف الكبير خادم الحرمين الشريفين وأشقائه من قادة دول مجلس التعاون. وتكتسب هذه طبعا القمة التي تتزامن مع جولة خادم الحرمين الشريفين نوعا أو بعدا جديدا، من حيث أنها ترسل رسائل يعني كثيرة جدا للداخل الخليجي، للخارج الخليجي إقليميا وعربيا وعالميا. الحقيقة أن الاحتفاء الشعبي يكاد يكون يعني مساويا للاحتفاء الرسمي. شوارع البحرين الرئيسية مزدانة بالأعلام ومزدانة بصور قادة مجلس التعاون، هنالك استعداد إعلامي ضخم جدا جدا من خلال إقامة وتدشين إذاعة مجلس التعاون، من خلال إقامة منصات إعلامية كبيرة جدا يشارك فيها لا أقول عشرات وإنما المئات من الإعلاميين من خارج البحرين ومن داخلها. هنالك حركة يحسها الرجل المواطن. دكتور عدنان، على مستوى الجولة الخليجية
لخادم الحرمين. أنتم في البحرين على مستوى الإعلامي والمستوى أيضا السياسي، كيف يمكن أن تقرأ هذه الزيارة؟ ونحن يعني نرى أنه هذه الزيارة في كانت في الإمارات ابتداء، ثم قطر، ثم البحرين، وبعدين الكويت. أنتم في البحرين على مستوى الإعلامي أقول، كيف تم متابعة هذه الجولة؟ والله يعني على المستوى الإعلامي على مدى ثلاثة الأيام السابقة والأيام اليومين القادمين هنالك يعني استعداد كبير جدا جدا على كافة المستويات الإعلامية التقليدية والمتجددة. هنالك إطلاق لمنصات، هنالك استعداد كبير جدا، ربما المرور على فندق الخليج الذي سيكون هنالك نوع من التغطية الإعلامية المباشرة لقمة مجلس التعاون. هنالك بالفعل استعداد كبير جدا، ويأتي هذا الاستعداد أيضا متزامنا مع التدشين الكبير الذي دشن به تلفزيون وفضائية مملكة البحرين، بحيث أعطت أيضا نوع من اللي هو الاهتمام المركز بهذه المناسبة الخليجية الكبيرة، والتي بلا شك لها يعني مدلول خاص لدى البحرينيين تجاه الأشقاء في المملكة العربية السعودية وخصوصا خادم الحرمين الشريفين. هنالك بالفعل نوع من الارتياح العام والبهجة الشعبية التي تنعكس في يعني إدراك المواطن البحريني وقبله إدراك القيادة السياسية بأهمية ووزن وحجم المملكة العربية السعودية باعتبارها السند بعد الله سبحانه وتعالى لاستقرار وتنمية منطقة الخليج. لا ننسى نحن كبحرينيين الموقف السعودي الكبير في الوقوف مع البحرين قيادة وشعبا وحراكا شعبيا في أزمة 2011، وكيف كانت المملكة العربية السعودية التي تحملت الكثير من الضغوط وتحملت الكثير من التحديات الآنية في ذلك الوقت، واستطاعت أن يعني تساعد في استقرار وعودة الشرعية وعودة أيضا وتأكيد استقلال وسيادة البحرين من أن تكون عرضة لأي اهتزاز سياسي أو عسكري أو سياسي كان يعني مخطط له في تلك الأزمة. إذن البحريني المواطن البحريني حينما يعني يرى أو يشاهد هذه الزيارة الكبيرة وهذا الاحتفاء السعودي الكبير والاهتمام بدول مجلس التعاون، يعني يجد نوع من الارتياح النفسي حقيقة، ونوع من أيضا السرور الداخلي باعتبار بأن هذه الدول ليست دول هامشية أو على الجانب أو على يعني طرف الاهتمام، وإنما هي في صلب اهتمام المملكة العربية السعودية وفي صلب اهتمام خادم الحرمين الشريفين، والدليل هو قيامه شخصيا بحجمه ويعني بوزنه الكبير بزيارة هذه الدول عاصمة عاصمة، ثم كما قال زميلي قبل قليل اللي هو الاحتفاء الشعبي الملاحظ جدا في الإمارات في قطر وغدا في البحرين إن شاء الله من خلال بعض الفعاليات الشعبية الكبرى التي ستقام لاستقبال خادم الحرمين الشريفين وإخوانه من قادة مجلس التعاون. وتوقع أن نفس الاحتفاء سيكون في الكويت. دكتور عبد الله، على مستوى الزيارة لما نشوف اليوم على مستوى التفاعل المستوى النخبوي في الإمارات في الدوحة، وسنشاهده أيضا على مستوى البحرين والكويت، تأثيرات هذه النخب اليوم في مسألة التضامن الخليجي. اليوم الوعي الخليجي مدرك على مستوى التحديات، هناك في بعض الأحيان يكون حالة من وجود هامش من يعني التعاطي غير الواعي بتحديات المنطقة، الذهاب في أطروحات في بعض الأحيان بعيدة عن الإحساس بالمشكلة تمر فيها المنطقة ككل وليس المنظومة الخليجية فقط. هذه كيف ممكن تفويت الفرصة عليها في هذه اللحظة، أو هذه الجولة كيف تسهم في يعني حصار هذه الأفكار؟ أنا أعتقد أنه التعبير الشعبي الحقيقة البارز جدا اللي وضح في زيارة خادم الحرمين الشريفين للإمارات وللدوحة وبكرة في المنامة وبعده حيكون في الكويت، هذه ستشكل الحقيقة عملية ضاغطة على أي نخب تريد أن تمس
فكرة الاتحاد والمنظومة الخليجية، لأنه احنا نتكلم الآن ماذا تمثل، لماذا هذه الزيارة مهمة جدا؟ لأنه أولا احنا نتكلم عن زعيم وقائد استثنائي طرح مبادرات، ليس أقوال بل أفعال الحقيقة، لحماية أمن واستقرار المنطقة، دول مجلس التعاون وأيضا الأمن القومي العربي، وهذه فيها تكلفة كبيرة جدا، ومع ذلك لم يتهيب هذا الرجل من أن يأخذ المبادرات، لأنه هذا هو التوقيت الضروري الحقيقة لأخذ مثل هذه القرارات الجريئة. هذه القرارات تلقتها الشعوب بشكل واعي جدا، لأنه التحدي اللي يواجهه الآن دول مجلس التعاون هو تحدي الوجود الآن، أنت مستهدف في أمنك واستقرارك وفي رخائك. اثنين، إحنا نتكلم عن هذه الزيارة طبيعتها استثنائية يعني، وأيضا عندنا إحنا أن الظرف أيضا هذا استثنائي، ولذلك أنا أظن أنه في هذه الفترة والفترة القادمة لن يكون هناك مجال لمن يريد أن يخرج على النص الموجود الآن اللي كتبته شعوب المنطقة وستحافظ عليه شعوب المنطقة. نعم، أيضا على مستوى الشعبي هناك حالة من اليقينية والثقة في القيادة السياسية، يعني القيادة السياسية اليوم هي ذاهبة بشأن الحفاظ على أمن المنطقة، كما أنها هي اليوم ذهبت الخيارات هذه يعني القوية أخذتها بعد يعني ربما استنفاذ جميع المحاولات اللي مبنية على الحوار، مبنية على التعاطي السياسي الكلاسيكي. لكن برأيكم هل يمكن اليوم على مستوى الدول الخليج أنه تضع أبجدية معينة فيما يخص أمن المنطقة في ظل أن أقول هناك يعني محاولة غربية، محاولة من بعض الدول إلى الضغط باتجاه لا، يعني يجب أن يكون هناك تعاطي بشكل شمولي وليس على مستوى فقط دول الخليج؟ بالتأكيد، أنا أعتقد الملف الأمني تجاوزناه الآن من خلال عاصفة الحزم، من خلال أكثر من 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 تحدي. إحنا باقي الآن هو أن هذه التحديات ستشكل عملية ضاغطة للارتقاء بمستوى التعاون الخليجي، يعني هذه المسألة الآن أصبح يدركها الفرد ولا شك القيادات تدركها، ولكن الآن هذا الزخم الشعبي هو يقول نريد أن نكون في أمان وأن تكون المنطقة في استقرار، وهذا لن يكون فقط في مجال التعاون الأمني، يجب أن نتكامل في جميع المجالات. ابقى معنا دكتور عبد الله رفاعي، أيضا دكتور عدنان بومطيع ابقى معنا، نتابع في هنا الرياض بعد فاصل قصير. القمة الخليجية 37 تنطلق في المنام الثلاثاء، وتوقعات بقرارات ناجزة تقهر التحديات وترسخ مسيرة التعاون الممتدة منذ عقود.
ما بين الأمل في تحقيقها لآمال الدول المنظومة الخليجية وانطلاقها وسط ظروف دقيقة وتحولات حاسمة، تبرز أهمية القمة الخليجية 37 والتي تنطلق الثلاثاء في العاصمة البحرينية المنامة. إذن عناوين عديدة تحملها قمة المنامة وملفات كبيرة وهامة تستدعي جميعها النظر إلى هذه القمة بمنظار مختلف، خصوصا مع الدور المحوري الذي تلعبه دول المجلس على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث سيكون اجتماع البحرين فرصة لتعزيز هذا الدور وإشاعة مزيد من مناخ الاستقرار والسلم في المنطقة. قمة المنامة ستشهد حدثا آخر لا يقل أهمية عن انطلاقها، وهو حضور رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي، لتكون بذلك ثاني زعيم أوروبي يحضر قمة خليجية بعد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند. حضور يؤكد من جهة انخراط بريطانيا ودورها الفاعل في المنطقة وعدم التأثر بالظروف التي تمر بها لندن خصوصا على المستوى الأوروبي، وثقل مجلس التعاون الخليجي على المستوى الدولي سياسيا وأمنيا واقتصاديا من جهة أخرى. طموحات وأمال تنعقد على القمة الخليجية 37 لتحقيق حلم الاتحاد الخليجي أمام تحديات وتطورات بالمنطقة والعالم تستدعي التعاطي السريع معها لمواجهة خارطة من التهديدات المشتركة. وتنعقد القمة في ظل توافق خليجي تعكس كثافة التحركات والاتصالات بين دول الخليج خلال الفترة القليلة الماضية على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية. وجاءت جولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز التي بدأها بدولة الإمارات وتشمل قطر والبحرين والكويت، جاءت لتكون حافزا لضخ المزيد من الحيوية في المساعي الجادة لتفعيل العمل الخليجي المشترك التي لم تتوقف منذ إنشاء المجلس خلال النصف الأول من ثمانينات القرن الماضي. وستشهد القمة حضور رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي كضيف شرف في أول زيارة لها للمنطقة منذ استلامها رئاسة الحكومة البريطانية. وستكون ماي هي ثاني زعيم أوروبي يحضر قمة خليجية بعد رئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الذي سبق أن حل ضيف شرف على القمة التشاورية بالرياض في مايو عام 2015، وهو ما يؤكد حرص الدول الغربية واستمرار الاهتمام الدولي بهذه المنطقة الفريدة من العالم وتأثير قراراتها على الساحة الدولية. هذا الاهتمام تجسد أيضا في القمة الخليجية الأمريكية التي استضافتها الرياض في وقت سابق من هذا العام بمشاركة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما. وتعقد القمة الخليجية 37 وسط تحديات سياسية وأمنية بالغة تعصف بالمنطقة العربية، وسيكون على رأس أجندتها الخروج برؤية واحدة في مواجهة مستجدات الأوضاع على مختلف المجالات. وللتعمق في هذا الملف الخاص بالقمة الخليجية 37 وأهم التحديات التي ستناقشها، يواصل معنا في الاستديو الدكتور عبد الله الرفاعي عميد كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام، ومن المنامة الدكتور عدنان بومطيع أستاذ الاتصال السياسي جامعة البحرين. مساء الخير مجددا. أسألك دكتور عدنان بومطيع عن القمة الخليجية، الأولويات والأجندة التي يعني ستناقشها هذه القمة غدا. هنا يعني ندرس حدثين كما قلت قبل قليل متزامنين، جولة خادم الحرمين الشريفين والقمة الخليجية التي تعقد وسط تحدي حقيقي لوجود هذه الدول من قبل النظام الإيراني الذي بات يعني بشكل استفزازي وبشكل يومي يطلق التهديدات، ولعل آخرها التهديد الأجوف الذي قال يعني أطلق قبل يومين
اللي هو التهديد بإغلاق مضيق هرمز بكل ما يعنيه ذلك من يعني استفزاز ونوع من اللي هو الاستعراض الفارغ من أي معنى ومن أي يعني فعل حقيقي، لأن هذا الممر ممر لا يعني دول الخليج فقط، وإن كان هذا هو أهم يعني ممر مائي في المنطقة، إلا أنه يعني الاقتصاد العالمي برمته. ولذلك هي نوع من اللي هو التحدي الإيراني الذي ربما يطلق هكذا كفقاعة إعلامية لن يكون لها أي أثر. نعم. وهذا ما لكن عبر عنه نعم. دكتور حاكم إمارة الفجيرة التي تطل على مضيق نعم. هرمز نعم. بأن هذا الكلام الإيراني حول إغلاق نعم. مضيق هرمز هذا كلام أو هذا تحدي من الماضي لا يمكن نعم. طرحه في عالم اقتصادي متشابك نعم. ومعقد نعم. لا يمكن أن يوضع في يد هذه الدولة أو تلك. ولذلك دول الخليج العربي وهذه القمة إنما يتزامنان في بالفعل في وقت يعني تجد فيها دول الخليج نفسها نعم. أمام تحدي دكتور حقيقي. نعم دكتور، يعني أهم برأيكم يعني أهم الأجندات هو يعني الملف الأمني أو الملف العسكري برأيكم، وإن كان هو سلوك إيراني يعني مستمر، وإنما هنالك تهديد إيراني من داخل المجتمعات الخليجية بإثارة الأقليات الشيعية ضد أنظمتها الشرعية والتدخل في بعض القرارات دكتور عدنان ومحاولة إرباك الحياة السياسية والاقتصادية في هذه البلدان. ولذلك نجد نعم دكتور بأن عدنان. هناك نوع من الاستعداد الخليجي الحقيقي لهذه التحديات والتهديدات من خلال الجولة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين وتأكيد حضوره، وأيضا لسد باب ما يمكن أن يثار بأن هنالك نوع من الخلافات البينية الخليجية كما يعني دكتور عدنان خلال الشهرين الماضيين حينما تم طرح ما تم يعني دكتور عدنان. يعني أنا سألتك عن أهم الأجندات، وأنتقل بهذا السؤال إلى الدكتور عبد الله الرفاعي هنا. الأجندة ذكر يعني عرج على مسألة التهديدات الأمنية، لكن برأيكم اليوم التحدي قد لا يكون فقط أمني، هناك تحدي اقتصادي. يعني نعرف أن دول مجلس التعاون اليوم عندها مشكلة اقتصادية على مستوى النفط، وهناك أيضا محاولة لإصلاح هذا الملف على مستوى بعض الإصلاحات الاقتصادية، ودول مجلس يعني وضعها الاقتصادي مريح لأن استثمرت كثير في البنية التحتية واستثمرت كثير في بناء الإنسان، لكن لديها رغبة في تطوير أو الابتعاد قليلا على مستوى اقتصادياتها والافتكاك شيئا فشيئا من مسألة يعني تبعية اقتصادها للنفط، ويبدو ذلك واضحا أيضا على مستوى المنظومة الخليجية على مستوى القادة. نعم أنا أعتقد أنه الملف الاقتصادي حيأخذ حيز كبير لسببين. أولا أنه الملفين الآخران عندنا الملف الأمني اللي هو أمن المنطقة، وعندنا ملف الإرهاب. هذه ملفات مزمنة تعاملت معها دول مجلس التعاون. ملف الإرهاب قطعت شوط كبير الحقيقة فيه. ملف الأمني منذ إعلان عاصفة الحزم ودول مجلس التعاون وهي تأخذ تكامل وتعاون الحقيقة مهم جدا، ولذلك الشيء اللي يبرز الحقيقة اللي هو التحدي الاقتصادي وأيضا ملف التحدي السياسي. هنا أنا أعتقد أنه الجوانب الاقتصادية حتكون طاغية بكرة، لأنه هي التحدي الراهن وهو التحدي المرتبط أيضا بمستقبل المنطقة الآن. ولذلك شفنا إحنا أنا أعتقد أن مبادرة رؤية المملكة الحقيقة 2030 ستكون حاضرة بكرة بشكل واضح جدا، لأن المملكة العربية السعودية تعبر عن نفس الإشكالات نفس الهموم اللي هو اعتماد على مورد واحد فقط في الدخل. نعم لو شفنا دكتور حتى أيضا دول مجلس التعاون، أنا أذكر هنا الإمارات وقطر تحديدا لأن أنا قرأت هذا الموضوع، كلها لديها هذا التوجه الرؤيوي في خطط مماثلة تنموية تستهدف العام 2030، وهذا شيء جيد على مستوى اهتمام بالمواطن الخليجي، وأيضا يعني يسقط ذلك على جميع المشروعات التنموية ذات الطابع الخليجي المشترك. صحيح. لكن دعني أسألك دكتور حتى على المستوى الأمني، أنا أعتقد أن دول مجلس التعاون كانت لديها اهتمامات على المستوى الأمني واستشعرت الخطر
قبل حتى عاصفة الحزم كان هناك إقرار لبعض التنظيمات على مستوى الشرطة الخليجية، إقرار على مستوى درع الجزيرة، درع الجزيرة، كان هناك يعني خطى حثيثة. برأيكم القمة الخليجية هل ستبلور مثلا قرارا عسكريا اكثر يعني وضوحا فيما يخص هذا الشأن؟ انه الشأن العسكري هو انا سيكون مهم، لكن الشأن الاقتصادي حياخذ حيز اكبر، لانه الشأن العسكري خصوصا التحدي العسكري الان في متغيرات في المنطقه، الاحداث اللي تتم في العراق واللي تتم في سوريا ومحاولة ما يتم في اليمن كلها تهديد مباشر للمنطقة. لم تعد المسألة بعيدة الآن، وللأسف وجود جار لا يزال يأخذ النهج العدواني، هذه عملية مزعجة جدا، وأيضا هي تزيد من التحفيز لمزيد من التعاون والتكافل. الآن في تغيرات عالمية الحقيقة مرتبطة بها دول مجلس التعاون، أولا انتخاب الرئيس ترامب الآن، الرئيس المنتخب الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، سيلقي بظلاله أيضا هناك على المنطقة، وأيضا زيارة تريزا ماي أيضا بكرة هي زيارة مهمة بالتأكيد، لأنه نجي للجانب الآخر، بريطانيا تبدو مهتمة في المنطقة، لديها قاعدة عسكرية يعني افتتحت مؤخرا. بالتأكيد احنا نتكلم عن الآن، لأنه أنت المنطقة منطقتنا ليست هي فقط منطقة خاصة بأهل المنطقة، عندنا القوة الولايات المتحدة الأمريكية، عندنا روسيا والصين، الصين وروسيا اللي دخلت للمنطقة، عندنا أوروبا بشكل عام وبريطانيا التي انفصلت هنا. هذه مسألة بالغة الأهمية ستنعكس في ظلالها بكرة. نعم دكتور عدنان يعني لو سألتك في دقيقة زيارة تريزا ماي وحضورها للقمة كيف يقرأ على المستوى السياسي الخليجي، خصوصا أنه بريطانيا يبدو أنها عادت تعود للمنطقة من خلال قاعدة عسكرية أيضا؟ هو بلا شك طبعا القاعدة العسكرية الآن ربما تعني الموجودة في البحرين، التي تم تجديد الاتفاقية بينها وبين حكومة البحرين العام الماضي، لكن هنالك إشارة قوية جدا في موضوع عودة بريطانيا، باعتبار أن بريطانيا الآن تحررت من ربقة الاتحاد الأوروبي إن صح التعبير، وعادت إلى القواعد التقليدية التي كانت يعني أوراق قوة في يدها من خلال اقتصاد دول الخليج. نلاحظ أيضا هنالك تراجع في نمو وتباطؤ الاقتصاد البريطاني الذي بات يجد في دول الخليج نوعا من المعين على رفع وتيرة الاقتصاد البريطاني الذي يعاني من تراجع الجنيه الاسترليني خلال السنة الماضية. اتضحت فكرتك يا دكتور عدنان بومطيع، شكرا لك على انضمامك معنا في هذه الحلقة، شكرا لك دكتور عبد الله الرفاعي، نراك إن شاء الله مرات مقبلة بإذن الله. الشكر لكم أعزائي المشاهدين، نراكم غدا هنا الرياض.